Salut يوسف. بونجور كارول. سافا؟ أنا زعلانة منك. شو؟ أنت عارف إنه أنا نفسيتي داون وما عم تسأل عني. شو المشكلة تاني؟ كتير اشتقت له لباسل. كارول تاني نفس الحكاية، ما عندكش حاجة جديدة من غير هذا الموضوع؟ ما أسألك، ولك داعاني بضيع وقته معك. أوكي خلاص. يوسف باسل على الخط، سكر. رح تكلمك باسل؟ يعني لازم أنا أقطع الهاتف الآن، ياك؟ بشرفك يوسف، هلا مش وقتها. خلص حكيني بس توصل على الاستوديو، أوكي؟ الصبح. هيدا يوسف حياتي. ما في جود مورنينج حياتي. اي لاف يو، اشتقت لك. هيك دغري؟ لا في طبعا، ما انت عارفه. اشتقت لك كثير. وانت كمان وحشتيني قوي. وحشني جنانك. بالرغم بقى من كل لا بلا اخلاق يا كذاب. نعم. يا كارول ما تقلي وتعدلي، ناوي تبعد وتسافر، تشرح لي تحلف لي من بعدها تبقى ناطر. وحياتك يا حبيبي رح افتح صفحة جديدة من قلبي، عم قلك ان شاء الله رح لي سعيدة. مش فارس احلامي، شخص هيك درامي، ما بحب الدراما، ما بحب الدراما. خلصتي؟ أختي في إيه؟ في إيه يا كوكي؟ في يا كوكي؟ مش متسرعة بتتكلمي كتير ليه يا كوكي؟ تاني يا كوكي. شخص هيك دراني ما بحب.